شبح الوفاة يهدد المعزولين في المنازل بسبب كورونا، إزاي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. سجلنا عدد إصابات كبير بفيروس كورونا حتى الآن، وطبعاً كلنا عارفين إن 80% من إصابات فيروس كورونا كلها حالات بسيطة ما بتحتاجش الدخول للمستشفيات، وبيفضل عزلها منزلياً مع الحصول على العلاج. لكن في 20% كلهم بيروحوا المستشفيات ما بين حالات متوسطة وحالات حرجة ممكن تتعرض للوفاة، وده خلى 250 ألف حالة معزولة منزلياً، وعدد المخالطين ليهم كان 1.7 مليون حالة. طب فين المشكلة؟ المشكلة إن الحالات المعزولة منزليا في منهم كبار سن وأصحاب أمراض مزمنة، ومع العزل وطول المدة كتير من الحالات بيحصل لها مضاعفات ومشاكل صحية كبيرة، وده بيخلي إن 60% من الحالات الحرجة بتتوفى بعد الوصول للمستشفيات ب 24 ساعة، وطبعا ده زاد من نسب الوفيات خلال الفترة الأخيرة. علشان كده كان لازم يكون في حل سريع ومهم نتفادى بيه الدخول في مضاعفات وكمان الوفيات. وكان الحل ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مبادره اسمها متابعه حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد. هتتابع المبادره كل الحالات المعزوله منزليا، سواء كان تم تشخيصها في المستشفيات او حتى من خلال الاطباء في العيادات او المستشفيات الخاصه. اللي بيسال عن الخدمات اللي هتقدمها المبادره هقول لك، طبعا المبادره هتقدم خدمات قياس تشبع نسب الاكسجين في الدم، وكمان هتقيس درجات الحراره، وهتتابع الحاله الصحيه العامه للمريض المعزول منزليا، وهيكون معاهم جهاز تابلت عشان يسجل كل البيانات ويربطها على النظام الالكتروني الخاص بتتبع الحالات والكشف عنها ومتابعتها بشكل دوري. مش بس هيكون في متابعة للحالات الصحية، لا ده كمان هيكون في صرف العلاج بالمجان للحالات اللي بيتم متابعتها على مدار الساعة، وهيكون في اتصال تليفوني تقريبا كل يوم مع الحالات علشان نتابع الحالات الصحية بتاعتهم. علشان كده الوزارة وفرت أكتر من 5400 وحدة صحية و 20,000 فريق طبي يتابع كل المعزولين منزليا على مستوى الجمهورية. مش بس كده، كمان المناطق اللي فيها مشاكل صحية كبيرة وفيها عدد إصابات كبير وفرت لهم أكتر من 800 سيارة متنقلة هتجوب هذه المناطق والأحياء وكل الأماكن دي علشان تقدر توفر الخدمة الصحية لكل المعزولين منزليا، علشان ما يحصلش أي مضاعفات صحية لا قدر الله قد تسبب ليهم الوفاة. وطبعا علشان كل الحالات المعزولة منزليا تستفيد من المبادرة، ممكن تستفسر من خلال الخط الساخن 105 أو تتعرف على خريطة تفعيل المبادرة من خلال تطبيق صحة مصر اللي موجود على كل التليفونات المحمولة دلوقتي، وتقدر تنزله لو مش موجود عندك.